أهلا بكم. أكثر من شهر وحليب الأطفال شبه مقطوع في الأسواق، فالصيدلي لا يحصل إلا على 2 أو 3 مجامع شهريا من حليب الأطفال. لمين بده يبيع ولمين لا؟ بداية ما صدقت أنه حليب طفل عمره سنة ينقطع كل هالوقت من دون سبب، ومن بعد برمة طويلة على الصيدليات تأحصل على مجمع حليب واحد أو الكون الإيت. صار عندك نوبلات ينيو؟ بعد ما سلموكم؟ طب أنت برجع بقطع؟ بدك يجيك اليوم على هالسالة، بس والله ما بعرف، يعني أنه ما في إلك بكرة وما في إلك بعد أسبوع، لأنه والله ما بعرف. نوبلك عنده تروى؟ طب بلادي أب؟ بلادي أب تماما. طب ليه عم ينقطع؟ لانه هيك الشركه بدهم، ما بعرف شو مشكلتهم مع الدوله وشو المصرف لبنان، بدهم يرفعوا الدعم، بدهم يغلوا، ما حدا بيعرف. طب ليش بس هيدا اللي... لا مش مين قال بس هيدا، كلهم ولا ماركه عندي هلا، كل شيء من سنه لست سنين ما في حليب، ما في حليب، بيبعثوا لك بالقطار 3 حبات 6 حبات، اذا تكرموا علينا 6 حبات، يعني بتحكي انت اكبر صيدليه تعتبر انه عليها تيرن اوفر كثير عالي، فينا نطلب مثلا 400 صندوق من هيدا الجينيو، بس عم يعطونا 6 حبات عم يكرمونا فيها. يعني بدهم يغلوا؟ يا بدهم يغلوا يا انه في مشكله من وراه. مقطوع؟ طب ايمتى بتجيبوا منه؟ ايمتى؟ ما عم بيسلموكم شيء؟ طيب ماشي. اوكي عندك رواه جينيو. لا ما في؟ طب ليه ايمتى بيسلموكم؟ والله ما عندي. بيسلمونا ما حدا عارف. ما في نقعة، اعطوني كمية قليلة بس بصراحة. بعتذر. واو. شو في يوسف؟ في نوبلا؟ ما في؟ لا؟ طبعا ما لقيت ولا مجمع حليب، ومن بعد مراقبة الصيدليات تبين انه فعلا ما عم يستلموا الا مجمعين حليب او 3 شهريا، والبعض الآخر ما بيستلم شيء، واكتشفنا أنه البعض بيخبي هالمجمعين دون عرضة بالمجامع الخاصة بالحليب تيقدر يبيعها لأحد أقاربه أو زبون عزيز. أما سبب انقطاع الحليب وبالتحقيقات الخاصة علمنا أنه مستودعات حليب الأطفال مليانة وبترفض تسليمها للصيدليات بحجة أنه اشتريها على سعر الدولار الحقيقي، وأنه رياض سلامة يرفض دعم الحليب الذي اشتروه التجار قبل الدعم. بالمقابل التاجر ما رح يحصل على الربح إذا ما باعه على سعر الدولار الحقيقي، وما بيقدر ينطر رياض سلامة للموافقة على دعم مشترياته، وكله أكذب من بعضه. خلاصة، رياض سلامة ما بيشرب حليب الأطفال، والتاجر ما همه أطفال غيره. أما المسؤول تجاه الشعب رياض سلامة المعين قانوناً ذكي لدرجة قدر يعود الناس تدريجياً على القلة والحرمان، ومبدأ دبر راسك إذا لقيت أو ما لقيت. رياض سلامة مع بال وبال، والناس عم تتعود على الحرمان وبلشت تدريجياً مع الدواء وصولاً للحليب. دمتم سالمين.